هنتكلم عن طبيعة التطبيقات من الحيثية البنية. التطبيقات زيها زي أي صناعة بحاجة إلى إدارة، لها بنية أساسية في الإدارة لتكوين المنتج أو الخدمة المرادة. وزيها زي كل المجالات بتدخل في تصنيفها. التصنيف الأول هي الإدارة المركزية. في كثير من المنتجات الفنية كأدوات كفريم ووركس إلى آخره، البنية الإدارية ليها هي بنية مركزية. تعالوا نتعرف على المزايا والعيوب. طبعا كل العيوب صحيحة، ما في شيء غلط، لكن هي موضوع تناسب، هل يناسب مشروعك أو الجهة اللي أنت فيها أو لا. فالمركزية، المحاسن اللي موجودة فيها إنه حصولك على آخر المستحدثات التقنية، إمكانية التعديل فيها حسب الخبرة تبعك أو تبع الفريق اللي أنت تشتغل فيه. المركزية برضو إمكانية التعاون البيني في المجتمع الفني، تمام؟ والركيزة الأساسية للحلول اللي هي ذات طابع مركزي، تمام؟ إنها هي تعتمد على المجتمع. المجتمع هو اللي يدعم قيام الحلول المركزية، المجتمع الفني، تمام؟ كويس. في الجانب الآخر في اللي هو الإدارة اللي هي اللا مركزية للمنتج أو الخدمة. اللا مركزية هنا عكس اللي هي المركزية، نتكلم برضو عن عيوبها الآن، إنه هي لا يمكن أنها تكون مناسبة لكل المستخدمين، تمام؟ وعندها عجز في اعتمادها على المجتمع. إذا كان المجتمع هذا فرنسي، فالحلول تكون فرنسية. أول ما تخرج لبلد ثاني ما راح تشتغل الأنظمة بكفاءة جيدة، لابد إعادة إنتاجها مرة أخرى. هذه النسبة المركزية. برضو العيب الثاني انه هي لما تم بنائها، التصور اللي كان موجود هو الحفاظ على الجودة. يعني زي مثلا في السيارات، تكلم عن فراري، لامبورغيني، كان الحفاظ على الجودة ابراز اخر التطورات. لم يكن في الحسبان المتطلبات حق المستخدم العادي، ايش هو احتياجاته؟ يعني احتياجاته ما كانت مقدمة. اللي كان مقدم هو الفن والرفاهية، هذا هو اللي كان مقدم. وبالتالي منتجاتهم جميلة وجيدة، ولكنها أحيانا ما تكون في نفس الاحتياجات وتطلعات غالبية العملاء، تمام؟ طيب نيجي هنا للمركزي. المركزي بيضع في الاعتبار دائما المستخدم الأخير، ويبني عليه كل حاجة حوله، تمام؟ فاللامركزية بتهتم بالعميل، بتطلعاته، بإيش هو تحديداً بيحتاج وإيش هو يبغى، تمام؟ بلياقة أعلى بكثير من المركزية. اللامركزية ممتازة جداً في الانتشار، في الوصول لأكبر شريحة من المستخدمين، لأكبر شريحة من المنتجات. هذه هي اللامركزية. اللامركزية ما تعتمد على مجتمع معين، هي لها مجتمع الخاص.
ميزانيتها وصرفها أعلى طبعا مقارنة ب اللي هي المركزية أعلى، ولكن في النهاية المنتج خدمات ما بعد البيع تكون جدا ممتازة. طبعا غير المزايا اللي هي من ناحية الوصول للدعم الفني بشكل أسرع، إمكانية الحصول على دعم فني حتى في المحيط اللي أنت فيه، هذه كلها بتوفرها اللامركزية في الإدارة. تمام؟ طيب، إيش هي العيوب بالنسبة للامركزية؟ اللامركزية العيوب العلم الأهم فيها هي عدم إمكانية التغيير في المنتج أو في التفاصيل، يعني هو استخدام محدود ودعم لهذا الاستخدام المحدود ليغطي جزء كبير من متطلبات العميل، ولكن لا يمكن تغييرها، وتغييراتها تكون بطيئة، والمستحدثات التقنية أو أحدث التقنية تكون متأخرة فيها. تمام؟ ولكنها من ناحية الاستقرار أفضل من الرخيصة. تمام؟ إيش الصح؟ كلها صح، ولكن بتعتمد على انت ايش اتجاهك بالنسبه للتقنيه ومدى اهميه الخيار ليك، يعني بالنظر لظروفك وطبيعه